كان محمد صلى الله عليه وسلم جالسا في غار حراء يتفكر ويتأمل في هذا الكون من حوله، فقد كان يعلم أن خلف هذا الكون ربا عظيما أبدعه. وفي ليلة من الليالي دخل عليه الملك في صورة رجل لم يره، دخل عليه برسالة من الله الذي كان يعبده. قال له الملك: اقرأ. فأجابه: ما أنا بقارئ. فأخذه الملك فضمه ضمة شديدة أجهدته، ثم أرسله وأعاد عليه الأمر: اقرأ. فقال له مرة أخرى: ما أنا بقارئ. فأخذه مرة ثالثة ثم أرسله وأعاد عليه الأمر: اقرأ. فقال له: ما أنا بقارئ. ثم أرسله فقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كانت هذه المرة الأولى التي يتلقى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، وقد اعتنى صلى الله عليه وسلم بالقرآن عناية بالغة، فقد كان القرآن رسالته وكان خلقه القرآن. كان صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن من جبريل، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأه على جبريل، وكان يقرأه على الصحابة ويسمعه منهم، وكان يحث أصحابه على تلاوته وحفظه وتدارسه وفهمه، وكان يثني على من حسن صوته منهم. وكان القرآن يكتب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وتنوعت أدوات الكتابة في هذا العصر، فكان القرآن يكتب على الرقاع وهي قطعة من الجلد أو من غيره، والأكتاف وهي عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان، والعصب وهي جريد النخل يكتبون في طرفه، واللخاف وهي صفائح الحجارة، والأقتاب وهي قطع من الخشب. عرف بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بكونهم كتبة الوحي أو كتاب الوحي، ومنهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم. مع هذه الكتابة إلا أن وثوقية النص القرآني لم تقف عند الكتابة، بل كانت عن طريق الحفظ أسبق فيها، فقد تحمل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أمانة حفظ القرآن، فكان منهم فريق عظيم جدا من حملة القرآن وحفاظه من الرجال والنساء، وذلك على الرغم من عدم جمع القرآن فيما بلغنا في كتاب واحد بين دفتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان لذلك أسباب، أهمها أن نزول القرآن كان مستمرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والجمع بين الدفتين يصلح لما استقر، وأن الحاجة لم تدعو إلى ذلك، فقد كان الغالب في هذا العصر الاهتمام بالحفظ دون الكتابة. جمع القرآن. في عهد أبي بكر رضي الله عنه دعت الحاجة لجمع القرآن بين دفتين، فأشار عمر رضي الله عنه على أبي بكر بالجمع، وشرح الله صدر أبي بكر له، وتم الجمع في عهده رضي الله عنه. وكان الذي اختاره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما للجمع زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، أحد كتبة الوحي، وكان الأساس الذي اتكأ عليه زيد في هذا الجمع صدور الرجال، وكان هذا هو الوسيلة الأولى أن الجمع من صدور الرجال ثم من الصحف المفرقة المكتوبة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الكتابة مما كتب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو شامة المقدسي رحمه الله: إنما كان قصدهم أن ينقلوا من عين المكتوب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتبوا من حفظهم، لأن قراءتهم كانت مختلفة لما أبيح لهم من قراءة القرآن على 7 أحرف، وقد استغرق إنجاز ذلك العمل ما يقرب من سنة، وقد نال هذا العمل إجماع الصحابة على صحته ودقته وعلى سلامته من الزيادة والنقصان وتلقيهم له بالقبول والعناية. وبقي هذا المصحف عند أبي بكر ثم انتقل إلى عمر، وبعد قتله أخذته حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، وبقي عند حفصة رضي الله عنها، ثم أخذه عثمان رضي الله عنه ونسخ منه المصاحف التي كتبت في عصره، ثم رده إلى حفصة وبقي عندها إلى أن ماتت. وفي عهد عثمان رضي الله عنه كان القرآن يؤخذ بالتلقي، يأخذه الآخر عن الأول، فلما اتسعت الفتوحات أخذ الناس من المصاحف مباشرة، فحصل بينهم اختلاف في القرآن أدى إلى تجديد فكرة جمع القرآن مرة أخرى مع تغير في منهج الجمع،
قد تم في أواخر سنة 24 وأوائل سنة 25، وقام الجمع على خطوات محددة والتي أشار بها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. في هذا الجمع تكونت لجنة من زيد بن ثابت الأنصاري وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبي بن كعب، وكان مقصد الجمع نسخ مصحف أبي بكر رضي الله عنه في عدد من المصاحف، وأن يكتب بلسان قريش عند الاختلاف، وأن يحرق ما عدا هذه المصاحف. وكان سبب الإحراق لهذه المصاحف أن يجمع الناس على لهجة واحدة في قراءة كتاب الله، وألا تحدث فتنة فيما بينهم. وقد تم إرسال قارئ مع كل نسخة ليقرأ أهل مصر الذين أرسل إليهم. وقد رضي الصحابة بهذا العمل، وورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: رحم الله عثمان، لو وليته لفعلت ما فعل في المصاحف. ولأجل هذا الجمع الذي عرف بمصحف عثمان، والذي أمر به عثمان رضي الله عنه ونسخ منه عدة نسخ، وأرسل مع كل نسخة من هذه النسخ قارئا يقرئ الناس بها، فنشأ تبعا لذلك علم الأداء والذي يعرف بالقراءات، وعلم رسم المصحف الشريف وهو ما يعرف بالرسم العثماني نسبة لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأنه الذي أمر بكتابته ووضع لهم منهج الكتابة، فسمي الرسم العثماني بذلك لهذه العلة لا لأنه اخترعه كما يقال. فقد قال عثمان للصحابة: يا أصحاب محمد اجتمعوا فاكتبوا للناس إماما. فنسخ الصحابة رضي الله عنهم من صحف أبي بكر مصحفا إماما، ثم نسخوا منه مصاحف لسائر الأمصار، فنسب إليه من هذه الجهة لا لأنه اخترعه وابتكره. تطور الخط العربي لأجل القرآن. تلا ذلك تطور في رسم المصحف الشريف، فظهر نوع من النقط والإعجام استمر زمنا، ويمكننا أن نقسمه إلى قسمين. أولا، نقط الإعراب أو النقط المدور، وهو نقط أبي الأسود الدؤلي المعروف بالنقاط الحمراء، فجعل الفتحة نقطة فوق الحرف، والكسرة نقطة تحت الحرف، والضمة نقطة أمام الحرف، وجعل التنوين نقطتين. ثانيا، نقط الأعجام، وتنسب المصادر العربية اختراعها إلى نصر بن عاصم الليثي البصري، وهو تلميذ أبي الأسود الدؤلي، والمراد به تمييز الحروف المتشابهة في الرسم كالراء والزاي، بحيث استخدمت النقط على الحروف أو تحتها لتمييز متشابهها في الرسم. لم تستمر طريقة أبي الأسود الدؤلي في تمثيل الحركات بالنقاط الحمر طويلا لصعوبتها عند الكتابة واحتمال التباسها بنقاط الأعجام التي وضعها نصر للتمييز بين الحروف المتشابهة في الرسم، وذلك حين جعل الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري الحركات حروفا صغيرة مكان النقاط الحمر، وكذلك وضع الخليل علامة للهمزة والتشديد والروم والإشمام، واستخدمت العلامات الجديدة التدريجية حتى زالت طريقة الدؤلي بعد ذلك. وبعد ذلك لم يخلو عصر من عصور الإسلام من الخطاطين الذين تفننوا وأبدعوا في كتابة المصحف الشريف، ومنهم خالد بن أبي الهياج ومالك بن دينار الوراق وقطبة المحرر والوزير أبو علي محمد بن علي بن مقلة. ومع نهاية القرن الرابع الهجري وبداية القرن الخامس الهجري انتقلت رئاسة الخط العربي إلى أبي الحسن علي بن هلال الكاتب البغدادي المعروف بابن البواب، وقد نسخ ابن البواب 64 مصحفا، بقي منها فيما يعلم مصحف واحد في مكتبة تشستر بيتي في دبلن بأيرلندا. وبرع الناس بعد ذلك في كتابة المصاحف ونسخها، واهتمت الدولة العثمانية بتجويد الخط، وأنشأت في الأستانة سنة 1326 أول مدرسة خاصة لتعليم الخط والنقش والتذهيب، وطوروا ما أخذوه من مدارس سبقتهم في تجويد الخط. كتابة المصاحف الشريفة. كانت هناك طبعات ثلاث للمصحف الشريف في أوروبا في القرنين 16 و17 الميلاديين، هي طبعة البندقية عام 1537 أو 1538، وطبعة هامبورغ عام 1694، وطبعة بيتافيا عام 1698. وفي روسيا طبع المصحف الشريف في سانت بطرسبورغ عام 1787، وأشرف على هذه الطبعة مولاي عثمان. وفي عام 1848 ظهرت طبعة أخرى في قازان أشرف عليها محمد شاكر مرتضى أغلي، وتقع في 466 صفحة بمقاس 351 مليمتر في 189 مليمتر، التزم فيها بالرسم العثماني. وفي عام 1834 ظهرت طبعة خاصة للمصحف الشريف في مدينة ليبزيغ أشرف عليها فلوغل، وفي إيران
طبع المصحف طبعتين حجريتين في كل من طهران عام 1828 وتبريز عام 1833، كما ظهرت طبعات أخرى في الهند وفي الأستانة اعتبارا من عام 1887، إلا أن الملاحظ على جميع تلك الطبعات عدم التزامها بقواعد الرسم العثماني، وجرت على قواعد الرسم الإملائي الحديث إلا في نزر يسير من الكلمات كتبت بالرسم العثماني، واستمر الوضع على ذلك حتى عام 1308 من الهجرة، 1890 من الميلاد، عندما قامت المطبعة البهية بالقاهرة بطبع المصحف الذي كتبه الشيخ المحقق رضوان بن محمد الشهير بالمخللاتي، والتزم فيه بخصائص الرسم العثماني، واعتنى بأماكن الوقوف مميزا كل وقف بعلامة دالة عليه. عرف هذا المصحف بمصحف المخللاتي، وكان المقدم على غيره من المصاحف، إلا أن رداءة ورقه وسوء طباعته الحجرية دفع مشيخة الأزهر إلى تكوين لجنة للنظر فيه، وفيما ظهر من هنات في رسمه وضبطه، فكتب مصحف بخط الشيخ محمد علي خلف الحسيني على قواعد الرسم العثماني، وضبط على ما يوافق رواية حفص عن عاصم، وظهرت الطبعة الأولى منه عام 1342 هجرية، 1923 ميلادية، فتلقاها العالم الإسلامي بالرضا والقبول. طباعة المصحف الشريف. توالت طبعات المصحف الشريف في مدن مختلفة من العالم الإسلامي مع تطور آلات الطباعة وانتشارها، وتم الاتفاق مع الخطاط المعروف الأستاذ محمد طاهر الكردي في سنوات الحرب العالمية الثانية ما بين 1939 و 1945 على كتابة المصحف على قواعد الرسم العثماني، وقام بذلك خير قيام، وعندما انتهى من كتابته صححته لجنة من علماء مكة، ثم أرسل إلى مشيخة الأزهر فوافقت على التصحيح. وفي شهر المحرم من عام 1405 هجرية، 1984 ميلادية، أعلن عن افتتاح أكبر مطبعة في العالم تقوم على خدمة القرآن الكريم في المدينة المنورة. وتوالت طباعة المصحف في العالم الإسلامي، ومن أشهر المصاحف المتداولة في العالم الإسلامي اليوم المصحف المطبوع بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف، ومصحف الأزهر الشريف، ومصحف الشمرلي، والمصحف الباكستاني، والمصحف الحسني الذي طبع بالمغرب، والمصحف الليبي الذي صدر في الجماهيرية الليبية. لقد حافظت هذه الأمة على كتاب ربها سبحانه وبحمده. لقد نزل جبريل عليه السلام بالقرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ الصحابة، وقد أخذوا عنه القرآن، وصار القرآن يحمل عنهم بالتلقي واحدا بعد واحد حتى زماننا هذا، يحفظ القرآن في صدره ويقرأه في مصحفه سليما كما نزل، عن النبي خاتم المرسلين، عن جبريل الأمين، عن رب العالمين. وفي هذا الحفظ والتلقي لكتاب الله دون تحريف أو تغير في حرف واحد منه منذ نزول القرآن على النبي في الغار وحتى أحدث طبعات القرآن، لدليل على حفظ الله لهذا الكتاب العظيم. نشكركم على المشاهدة. للمزيد من الفيديوهات ندعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا.